صيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. يبين الله سبحانه وتعالى حال المنافقين الذين يتظاهرون بالإيمان بأنهم يتخبطون في ظلمات ضلالهم وهم لا يشعرون، وهم كالذين يمشون في العراء فيهطل عليهم مطر شديد يصاحبه ظلمات مع قصف وهدير الرعد ولمعان البرق والصواعق المحرقة التي تجعلهم من شدة الهطول وصوت الرعد يضعون أصابعهم في آذانهم خوفا من فقدان سمعهم وهلاكهم، والله سبحانه وتعالى محيط بالكافرين لا يعجزونه، كما أن البرق من شدة لمعانه وإضاءته يكاد يسلب أبصارهم، فكلما أضاء لهم مشوا في ضوئه وإذا ذهب أظلمت الطريق عليهم فيتوقفون في أماكنهم، ولولا رحمة الله لأفقدهم سمعهم وأبصارهم وهو قادر على ذلك. فتصوروا لو زاد صوت الرعد عن الحد الذي يستطيع الإنسان أن يتحمله، فماذا سيحدث لسمع الإنسان؟ بالتأكيد سيفقد حاسة السمع. ولو زادت درجة حرارة شعاع البرق والتي هي عالية جدا في الأصل، في وضعها الطبيعي بتكون بحدود 33 ألف درجة، وزاد أيضا لمعان البرق وزاءت إضاءته، أيضا هنا لا تستطيع العين تحمل هذا اللمعان وقد تهلك ويفقد الإنسان بصره، والله على كل شيء قدير.